بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هنكمل مع بعض إن شاء الله منهج الرياضيات مادة الهندسة الفراغية للصف الثالث الثانوي، المنهج المصري قسم الرياضيات العام الدراسي 2017-2018. معاكم ناصر سالم. احنا في الوحدة الثانية وخلصنا الدرس الأول، خلصنا على جزئين، وهنبدأ الدرس الثاني والأخير في هذه الوحدة والأخير في الفراغية بالكامل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقكم جميعا وأن تستفيدوا من هذه الدروس وأن تكون عونا لكم على النجاح والتفوق بإذن الله سبحانه وتعالى. هنقسم معادلة المستوى إلى جزئين أيضا، وده الجزء الايه؟ الجزء الأولاني. يبقى ده الجزء الأولاني من درس معادلة المستوى في الفراغ. عشان أفهم معادلة المستوى في الفراغ، يعني مثلا تخيل ان انا عندي ادي مستويات الاحداثيات بتاعتي اهيت. هي عامله ايه مستويات الاحداثيات؟ زي الغرفه اللي انت قاعد فيها ديت. يعني تخيل الغرفه، تخيل انت قاعد هنا مثلا، وادي الحيطه. خلينا نرسم. ادي الحيطه اللي على شمالك، ودي الحيطه اللي على يمينك، ودي الارض. دي الارض، ده شكل الغرفه. شكل الغرفه يبقى دي الحيطه اللي على اليمين، هي الحيطه اللي على اليسار، ودي الحيطه اللي على اليمين، ودي الارض وانت جالس هنا، وده لا متجه مستوى سين، وده صاد، وده عين. يبقى ده اتجاه سين واتجاه صاد واتجاه عين. المستوى ده بسميه سين صاد، الجزء ده بسميه سين صاد. ازاي بقى مثلا انا عايز ارسم المستوى س ص ده؟ بيترسم ازاي؟ بيبقى عندي نقطه في المستوى، نقطه معروفه اللي هي محدوده، بحيث انها كان النقطه دي بتقول لي ان انت موجود في المستوى س ص، اللي هي هتبقى س واحد وص واحد وعين واحد. معايا كده؟ يعني هي عين واحد هتبقى بصفر اكيد، ولكن خلينا كانها نقطه عامه يعني. وعندي راسم النقطة اللي هي هترسم المستوى، اللي هي مثلا اللي هي السين والصاد والعين. النقطة دي بتتحرك عشان ترسم المستوى. طب ايه اللي يضمنني ان النقطة ما تخرجش بره المستوى وتروح لمكان اخر؟ ان الخط العمود ده الخط العمود، عمود على المستوى، عمودي على المستوى، وعمودي على اي مستقيم داخل المستوى. اول ما النقطة تصل لهذا الخط اللي هو يعتبر الخط العمودي بالنسبة له، يقولها لا اقفي. لو وصلت لهذا الخط يقول لها اقف. فلذلك هي بتتحرك في هذه المنطقه بالكامل كده 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 الى ما لا نهايه، وكده الى ما لا نهايه. يبقى كده اترسم الايه؟ اترسم نفس الفكره. لو انا عايز ارسم المستوى صاد عين، يبقى العمود على المستوى صاد عين اللي هو السين ده هو الايه؟ هو اللي بيحدد للنقطه انها ما تخرجش بره او خارج المستوى. طيب انا ايه اللي صار عندي دلوقتي عشان ارسم المستوى؟ يبقى عندي الراسم اللي هو السين والصاد والعين، وعندي نقطة اللي بتحدد لي المستوى. النقطة دي هي اللي بتحدد المستوى. لو غيرت النقطة يبقى كأني هرسم مستوى جديد مختلف. يبقى النقطة دي هي اللي بتحدد لي المستوى اللي أنا هرسمه، ومتجه اتجاه عمودي على هذا المستوى، متجه اتجاه عمودي على هذا المستوى. دي فكرة رسم الايه؟ رسم المستوى أو تحديد معادلة المستوى في الفراغ، تحديد معادلة المستوى في الفراغ. تخيل بقى ان انا عندي مستوى اللي هو الاصفر ده، يبقى عشان يترسم محتاج ايه؟ محتاج الالف اللي هي النقطة المحددة اللي موجودة في المستوى، ومحتاج الراسم اللي هو الباء. متجهات الموضع للالف هي الف، ومتجهات المتجه الموضع للباء اللي هو الراء. الباء احداثياتها هتبقى السين والصاد والعين، والالف اللي هي سين واحد وصاد واحد وعين واحد. ومحتاج بقى المتجه الاتجاه العمودي على المستوى. طالما متجه الاتجاه عمودي على المستوى بيكون عمودي على اي مستقيم او متجه داخل المستوى. يعني النون عمودي على المتجه الف ب، يبقى النون عمودي على الالف ب. النون ده اللي هو متجه اتجاه عمودي على المستوى زي ما انا وريتك شكله قبل كده، اللي هو بيمثل ايه؟ بيمثل الفاصل بين الحتة اليمين والحتة الشمال. خلاص كده تمام. يبقى النون عمودي على المستوى. يعني ايه النون عمودي على المستوى؟ يدينا ان النون عمودي على
على الالف ب يبقى النون ضرب قياسي الف ب هيساوي ايه؟ هيساوي صفر، حاجه منطقيه جدا، متجهين متعامدين يبقى حاصل ضرب مقياسي بيساوي صفر. النون ضرب الالف ب عباره عن الايه؟ الب اللي هو الر، يبقى ب ناقص الالف يعني الر ناقص الالف يساوي صفر، وهي دي معادله المستوى. لو انا فكيت هيبقى النون في الر ضرب قياسي ناقص النون في الالف ضرب قياسي يساوي صفر، ناقص تطلعها بره يعني هيديني النون في الالف يساوي النون في الر يساوي النون في الالف، النون في الر يساوي النون في الالف. النون في النون هو المتجه العمودي، المتجه الاتجاه العمودي على المستوى. الر اللي هي الراسم اللي هي السين والصاد والعين، والالف اللي هي النقطة التي تحدد هذا المستوى. الصورة دي بسميها الصورة المتجهة لمعادلة المستوى في الفراغ، الصورة المتجهة لمعادلة المستوى في الفراغ. ناخد بقى مثال بسيط جدا للعملية. اوجد الصورة المتجهة لمعادلة المستوى المار بالنقطة، يبقى دي نقطة الف والمتجه نون، يعني النون هنا ده يساوي ايه؟ واحد وواحد والواحد. طيب يبقى معادلة او المعادلة المتجهة للمستوى اللي هي هنكتب القاعدة نون في الر يساوي النون في الالف. النون اللي هي كام؟ النون عندي واحد وواحد وواحد ضرب قياسي ر يساوي النون واحد وواحد وواحد ضرب قياسي صفر وواحد والواحد. نضرب دول قياسيا يعني هيدينا واحد وواحد وواحد ضرب الر هيساوي ايه؟ صفر، يعني هيساوي اتنين. يبقى دي المعادلة المتجهة للمستوى، المعادلة المتجهة للمستوى او الصورة المتجهة لمعادلة المستوى. اوجد الصورة المتجهة لمعادلة المستوى، يبقى دي النقطة الف وادي النون. نحل على طول بقى، يبقى نون ضرب الر هيساوي النون ضرب الالف، يعني النون هنا كام؟ واحد وسالب اتنين وتلاتة ضرب قياسي ر يساوي واحد وسالب اتنين وتلاتة ضرب قياسي في الالف اللي هي اتنين وسالب تلاتة والواحد. يبقى الواحد والسالب اتنين وتلاتة ضرب قياسي ر يساوي واحد في اتنين باتنين، هنا زائد الستة زائد التلاتة يعني تمانية وتلاتة حداشر، وهي دي معادلة الصورة المتجهة لمعادلة المستوى في الفراغ. طيب عندي صورتين اخرتين لمعادلة المستوى، زي ما كان عندي ثلاث صور لمعادلة المستقيم عندي ثلاث صور لمعادلة المستوى. لإيجاد الصور الاخرى انا عندي المعادلة بتقول ايه؟ ان النون ضرب قياسي في الر ناقص الالف يساوي صفر، عوض عن كل متجه باحداثياته. هنا ايه؟ الف وب وجيم، احداث ضرب الر اللي هي السين والصاد والعين، ممتاز جدا، ناقص الالف اللي هو ايه؟ اللي هو السين واحد والصاد واحد والعين واحد، ده كله بيساوي صفر، ممتاز. اضرب بقى، يبقى انا هطرح ده الاول وبعد كده اضرب فيهم الالف، يبقى الف في سين ناقص سين واحد، الف في سين ناقص سين واحد زائد ب في صاد ناقص صاد واحد زائد ج في عين ناقص العين واحد. الصوره ديت بسميها الصوره القياسيه لمعادله المستوى، الصوره القياسيه لمعادله المستوى. لو كانت سين واحد وصاد واحد وعين واحد هي نقطة الأصل يعني صفر وصفر وصفر، يبقى هديني إيه؟ ألف سين زائد الب صاد زائد الجيم عين زائد، خلاص بلاش الدال دي، هتساوي إيه؟ هتساوي صفر. لو النقطة أو المستقيم أو المستوى النقطة اللي عليه هي نقطة الأصل. لو فكيت ديت بيديني ألف سين زائد ب صاد زائد جيم عين، ويدينا سالب ألف سين واحد سالب ب سين ب صاد واحد سالب جيم عين واحد، ده كله ثابت اشيله واحط ثابت جديد وليكن الدال يساوي صفر. الصورة الأخيرة دي بسميها الصورة العامة لمعادلة المستوى. يبقى أنا عندي الصورة القياسية لمعادلة المستوى، عندي الصورة العامة لمعادلة المستوى. ناخد مثال، بيقول لي اوجد الصورة القياسية والصورة العامة لمعادلة المستوى المار بالنقطة، دي نقطة ألف ودي نون. يبقى الصورة القياسية ادي الصورة،
الصورة القياسية ألف اللي هي اتنين يبقى اتنين، في سين ناقص سين واحد يبقى سين ناقص التلاتة، خلاص الب بواحد يبقى زائد واحد في الصاد زائد الخمسة زائد الواحد في العين ناقص الاتنين، ده هيساوي ايه؟ هيساوي صفر. دي الصورة القياسية لمعادلة المستوى المر بالنقطة المقطعة. طيب عايز الصورة العامة بقى، يبقى الصورة العامة بجيب الصورة العامة من الصورة القياسية بالفك، يبقى نفك كده، يبقى اتنين سين ناقص الستة زائد الصاد زائد الخمسة زائد العين ناقص الاتنين تساوي ايه؟ تساوي صفر. يبقى اتنين سين زائد الصاد زائد العين، هنا ناقص ستة وزائد خمسة يبقى ناقص واحد، يبقى سالب تلاتة تساوي صفر. ودي الصورة الايه؟ دي الصورة العامة لمعادلة المستوى، الصورة العامة لمعادلة المستوى. خلاص يبقى اللي هي هنا ايه؟ او النون هنا ايه؟ اتنين وواحد وواحد، اتنين وواحد واحد اهي، اتنين وواحد وواحد اللي هي مضروبين في السين والصاد وفي العين. ناخد مثال كمان، بيقول لي اوجد الصور المختلفة لمعادلة المستوى المار بالنقطة دون نقطة الف والمتجه نون عمودي على المستوى. خلاص يبقى نجيب الاول رقم واحد الصورة المتجهة، الصورة المتجهة هتبقى ايه؟ النون. خلاص نكتب بقى النون على طول، واحد وسالب واحد وتلاتة في الره، الره اللي هو بيبقى السين والصاد والعين، ويساوي النون اللي هو واحد وسالب واحد وتلاتة في النقطة اللي هي سالب تلاتة واربعة واتنين. نظبط كده، يبقى واحد وسالب واحد وتلاتة في الره يساوي هنا ديت واحد يبقى سالب تلاتة، وهنا سالب اربعة، وهنا زائد ستة، يعني هيدينا ايه؟ هيدينا سالب واحد، سالب واحد. يبقى دي الصورة المتجهة. انا عايز الصورة التانية اللي هي الصورة القياسية، الصورة القياسية اللي ألف اللي هو واحد في السين زائد تلاتة، ممتاز جدا. هنا سالب واحد في الصاد سالب اربعة زائد الجيم اللي هو تلاتة في العين ناقص اتنين، ده كله هيساوي صفر. يبقى دي الصورة القياسية، يبقى دي الصورة القياسية. طيب التلاتة عايز الصورة العامة، الصورة العامة بجيبها من الصورة القياسية، يبقى الصورة العامة لمعادلة المستوى هيبقى نفك بقى، يبقى س زائد تلاتة ناقص ص زائد أربعة زائد تلاتة عين ناقص الستة هتساوي صفر. نظبط كده، هيبقى ايه؟ السين ناقص الصاد زائد تلاتة عين، هنا تلاتة واربعة سبعة ناقص ستة واحد، يبقى زائد واحد هتساوي صفر. دي بسميها الصورة العامة لمعادلة المستوى في الفراغ. طيب ناخد بقى مثال على ايجاد معادلة المستوى المار بثلاث نقاط. انا عندي هنا طريقتين للحل، طريقتين للحل، وانت مخير يعني الانسب بالنسبه لك والايسر بالنسبه لك هي هنحل بيها. انا لو تخيلت ان عندي مستوى بهذه الصوره، ادي المستوى اهوت، وادي النقطه ولتكن نقطه الف اللي هي كام؟ نعتبر اي نقطه 3 وسالب 1 وصفر، وادي نقطه ب اللي نعتبرها مثلا 2 و1 و4، وادي نقطه ج هنعتبرها 0 وتلاتة وتلاتة، دي نقطة جيم. خلاص عشان الاول اثبت ان النقاط دي تقع في مستوى او 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 اجيب لها ان اجيب معادلة المستوى ليها ان انها تكون مستوى، يكون النقاط ليست على استقامة واحدة، يبقى دي نقطة في منتهى الاهمية. يبقى لكي تكون، ملاحظة مهمة جدا، ثلاث نقاط مستوى يجب ان الا تكون على استقامة واحدة. يبقى دي اول حاجة، ان التلات نقاط ما يكونوش على استقامة واحدة والا هيكونوا مستقيم، يبقى انا كده مش هعرف اجيب ايه؟ مش هعرف اجيب معادلة المستوى منها. طب عشان اثبت بقى ان التلات نقاط دول ليسوا على استقامة واحدة، اثبت انهم غير متوازيين، يبقى لكي نثبت ان النقاط الثلاثة ليست على
استقامة واحدة، يبقى نثبت ان ايه؟ نثبت ان الالف جيم لا يوازي الف ب. الف جيم لا يوازي الف ب، عشان اثبت ان هم غير متوازنين يبقى بجيب اله واحد، النون واحد، خلينا في النون واحد بقى، بلاش اله ديت، يبقى نون واحد، خلينا نمسحها احسن. طيب نجيب الايه؟ النون واحد او اله واحد، مش مشكله اله واحد، لانه ده مستقيم، لان ده متجه او مستقيم، يبقى اله واحد بيساوي ايه؟ اله واحد بيساوي الالف جيم، الالف جيم هيساوي الجيم ناقص الالف، يساوي الجيم ناقص الالف، يعني صفر ناقص تلاته هيدينا سالب تلاته، و التلاتة زائد الواحد هيدينا أربعة، والتلاتة هيدينا تلاتة، يبقى ده اله واحد. اله اتنين هيبقى اللي هو ألف ب هيساوي الب ناقص الألف، هيساوي الب ناقص الألف اتنين ناقص تلاتة هيدينا سالب واحد، واحد زائد واحد هيدينا اتنين، وأربعة هيدينا أربعة. طيب نجيب بقى ألف واحد على ألف اتنين هيساوي سالب تلاتة على سالب واحد، يعني هيدينا سالب، يبقى يدينا تلاتة. طيب ب واحد على الب اتنين، يبقى ب واحد على ب اتنين هيساوي أربعة على ألف اتنين لا يساوي ب واحد على ب اتنين، يبقى المستقيمان غير متوازيان. طالما كده يبقى المستقيم، النقاط ليست على استقامة واحدة، وده هو ايه؟ هو المطلوب. خلاص يبقى النقاط ليست على استقامة واحدة. طالما النقاط ليست على استقامة واحدة، ابدأ بقى اجيب ايه؟ اجيب معادلة المستوى اللي بيمر بيهم. معادلة المستوى انا محتاج ايه؟ محتاج النون اللي هو المتجه الاتجاه العمودي على هذا المستوى. بجيبه ازاي؟ النون يساوي ه واحد ضرب اتجاهي ه اتنين، ه واحد ضرب اتجاهي ه اتنين. خلاص يبقى سالب تلاتة واربعة وتلاتة، نمسح بقى معلش. طيب نجيب ه واحد معلش تاني مرة، يبقى ه واحد هيساوي ده ألف وب وجيم، يبقى ألف جيم اللي هو الجيم ناقص الألف، يبقى س يعني سالب تلاتة، وتلاتة ناقص واحد يبقى أربعة، وتلاتة يعني وتلاتة ه اتنين هيساوي الألف ب يعني اتنين ناقص التلاتة يعني سالب واحد، وهنا واحد يبقى اتنين، وهنا أربعة يعني أربعة. خلاص يبقى انا هجيب الايه؟ النون يساوي اله واحد ضرب اتجاهي ه اتنين، يساوي ادي السين وادي الصاد وادي العين. المتجه الاولاني سالب تلاتة واربعة وتلاتة، المتجه التسالب واحد واتنين واربعة، يبقى سين العمود مع الصف، يبقى اربعة في اربعة بستاشر ناقص ستة يبقى عشرة، عشرة هيبقى ايه؟ هيبقى عشرة، عشرة في اتجاه السين،
الصاد بالسالب يبقى سالب 12 وموجب 3 يعني سالب 9 يبقى موجب 9 في اتجاه الصاد. العين موجب يبقى سالب 6 وموجب 4 يبقى سالب 2، يبقى سالب 2 في اتجاه العين. يبقى الهاء النون بكام؟ النون يساوي 10 و9 وسالب 2. تمام، خلاص كده يبقى انا جبت النون. اخد اي نقطة بقى، يبقى الصورة عايز الصور المختلفة، يبقى واحد الصورة المتجهة للمستوى هيبقى النون اللي هو 10 و9 وسالب 2. طبعا ممكن لو انا عكست النقاط دي هيديك هنا الاشارات مختلفة، هيديك سالب 10 وسالب 9 و2، يعني هيبقى الاختلافات في الاشارات فقط. ضرب الر يساوي 10 و9 وسالب 2 ضرب قياسي كام؟ اختار اي نقطة 3 وسالب 1 والصفر، يعني 10 و9 والسالب 2 ضرب قياسي ر هيساوي 10 × 3 = 30 ناقص 9 يعني يديني كام؟ ديت 10 يعني 21، يبقى 21. خلاص، يبقى دي المعادلة المتجهة او الصورة المتجهة. الصورة القياسية، يبقى الصورة القياسية هتبقى ايه؟ الالف اللي هي 10 في السين ناقص السين 1 يبقى ناقص 3 زائد 9 في الصاد زائد 1 سالب 2 في العين ناقص الصفر. دي بتساوي ايه؟ بتساوي صفر، يعني 10 في س ناقص 3 زائد 9 في ص زائد 1 ناقص 2 في ع تساوي صفر. دي الصورة القياسية. 3 الصورة العامة، الصورة العامة بفك ديت هيبقى 10 س ناقص 30 زائد 9 ص زائد 9 ناقص 2 ع تساوي صفر. يعني 10 س زائد 9 ص ناقص 2 ع دي 30 ناقص 9 يبقى ناقص كام؟ ناقص 21 تساوي ايه؟ تساوي الصفر. ناقص 21. يبقى دايما العدد اللي بره ده اللي هو حصل الضرب القياسي للمتجهين النون والالف اللي هو ايه؟ قيمة الدال، هيبقى هو قيمة الدال، والعشرة والتسعة والسالب 2 هو النون. ماشي كده؟ يبقى دي الصور الايه؟ الصور الثلاث. عندي بقى طريقة تانية، طريقة تانية قاعدة يعني انت مش مطالب باثباتها حتى، يعني انت مش مطالب باثباتها. القاعدة بتقول ايه؟ ان معادلة ان انا لو عندي 3 نقاط الف سين واحد و صاد واحد وعين واحد والنقطة ب سين اتنين وصاد اتنين وعين اتنين والنقطة جيم سين تلاتة وصاد تلاتة وعين تلاتة، دي تقع ليست على استقامة واحدة موجودة في المستوى، فإن معادلة المستوى اللي يمر بالثلاث نقاط تساوي المحدد اللي هو السين ناقص السين واحد وهنا الصاد ناقص الصاد واحد والعين ناقص العين واحد والسين اتنين ناقص السين واحد. السين واحد دايما هي اللي سين صاد اتنين ناقص الصاد واحد، عين اتنين ناقص العين واحد، سين تلاتة ناقص السين واحد، صاد تلاتة ناقص الصاد واحد، عين تلاتة ناقص العين واحد، ده بيساوي صفر. هي معادلة المستوى الذي يمر بالثلاث نقاط. جت منين؟ انا لو عندي مستوى الاحداثيات هوت، خلاص، وعندي مستوى، عندي اي مستوى، ادي المستوى هوت وادي التلات نقاط، ادي نقطة الف وادي نقطة ب وادي نقطة ج وادي الراسم، الراسم هوت ده الراسم اللي هيرسم. يبقى انا عندي كام متجه؟ ادي المتجه الاولاني وادي المتجه الثاني وادي المتجه التالت ومتجه الايه؟ ومتجه النون العمودي، ومتجه النون العمودي. فانا بجيب اللي قلت لكم دي نقطة ميم مثلا، يبقى بجيب الف ب اللي هو ب ناقص الالف، ب ناقص الالف هتساوي ايه؟ بالظبط كده س 2 ناقص س 1 وص 2 ناقص ص 1 وع 2 ناقص ع 1، ده هيديني متجه. المتجه الثاني
اللي هو س تلاتة س تلاتة ناقص س واحد وص تلاتة ناقص ص، اللي هو المتجه التاني. المتجه التالت اللي هو س ناقص س واحد وص ناقص ص واحد وعين ناقص عين واحد. لو حطيتهم في متجه في محدد يبقى هيديني الايه؟ الصورة المتجهة، الصورة المتجهة اللي هو بطلق عليه كنت عرفناه قبل كده، اللي هو الضرب الثلاثي القياسي. الضرب الثلاثي القياسي اللي هو ده، اللي هو بيديني حجم، بيديني الحجم. يعني بمعنى ايه؟ ان النقاط دي موجوده في مستوى ان الحجم بتاعها صفر، يعني ما تخرجش بره المستوى. انت عارف لو الحجم طلع كده، يعني لو الحجم طلع بقيمه يبقى خرجت بره المستوى، انما هي داخل المستوى يبقى الحجم بيساوي صفر. يعني حاصل الضرب القياسي للثلاث متجهات يساوي الصفر، حاصل الضرب القياسي للثلاث متجهات بيساوي الايه؟ بيساوي الصفر. تقدر تثبتها عادي، يعني تقدر تثبتها عادي خالص خالص. يعني يبقى المتجه الاولاني هيدينا اي س اللي هو النقطه الف مع الراسم اللي هو السين والصاد والعين، والنقطة ألف مع النقطة الأولى اللي هي السين واحد وصاد واحد وعين واحد، مع النقطة الثانية اللي هي السين اتنين وصاد اتنين وعين اتنين، ومع النقطة التالتة يبقى سين تلاتة ناقص سين واحد وصاد تلاتة ناقص صاد واحد وعين تلاتة ناقص عين الواحد. يبقى تلات متجهات هما أضربهم ضرب ثلاثي هيديني بالمحددات اللي احنا أخدناها قبل كده بالقاعدة اللي فاتت. واضح كده؟ ده لما بيديني شكل كده، يعني مثلا انا لو بس تخيله بس، يعني انما هي حلها بسيط. يعني انا عايزك بس تتخيل هنا واحد ديت بتقع، يبقى هنا واحد اهي، يبقى دي بعد واحد، يعني النقطة دي هتبقى ايه؟ واحد وصفر وصفر، بمعنى انها نقطة تقع على محور السينات. طيب النقطة التانية تقع على محور الصادات، ادي دي اتنين، هتبقى النقطة عبارة عن ايه؟ صفر واتنين وصفر. النقطة دي تقع على العين اللي هي صفر وصفر وتلاتة. يبقى انا لو وصلت كده هيديني ايه؟ هيديني زي منشور، زي او هرم، زي هرم، هرم ثلاثي. ده شكل هرم ثلاثي هو له عده اوجه. خلاص كده؟ طيب يوجد الصور المختلفه لمعادله المستوى. نجيب بقى معادله المستوى باستخدام القاعده اللي احنا قلنا عليها. يبقى استخدام القاعده اللي احنا قلنا عليها هيديني ايه؟ س ناقص س واحد هنا اللي هو الواحد، وصاد ناقص صاد واحد اللي هو الصفر، وعين ناقص العين واحد اللي هو بصفر. طيب سين اتنين ناقص سين واحد هيدينا سالب واحد، اتنين ناقص الصفر هيدينا اتنين، وصفر ناقص صفر هيدينا صفر، سين تلاتة ناقص سين واحد هيدينا سالب واحد، سين صاد تلاتة هيدينا صفر، وعين تلاتة هيدينا تلاتة. دي معادلة المستوى هيساوي الصفر على طول. نحل بقى، يبقى سين ناقص الواحد في صف مع عمود هيدينا في ستة. تمام، هنا ده هيبقى بالسالب، سالب ص في صف مع عمود يبقى يدينا سالب 3 مظبوط، زائد العين في صف مع العمود ده هيدينا زائد 2، ده هيساوي صفر. يبقى يدينا 6 في س ناقص الواحد زائد بقى 3 ص زائد 2 عين، ده يساوي صفر. دي بسميها ايه؟ المعادلة ديت الصورة القياسية، الصورة القياسية. طب عايز اجيب الصورة المتجهة، يبقى انا اجيب النون اللي هو ايه بقى؟ النون اللي هو الستة والتلاتة والاتنين، الستة والتلاتة والاتنين، واي نقطة من دول يبقى نجيب الصورة المتجهة. هتبقى النون اللي هي ستة وتلاتة واتنين ضرب الر يساوي ستة وتلاتة واتنين ضرب قياسي واحد وصفر والصفر. يبقى ستة وتلاتة واتنين ضرب الر هيساوي هنا ستة، يعني هيدينا ايه؟ هيدينا ستة، هيدينا ستة. دي الصورة الايه؟ الصورة المتجهة، ودي الصورة القياسية. عايز الصورة العامة، خلاص نفك ديت، يبقى نفك ديت هيدينا ايه؟ ستة س ناقص الستة زائد تلاتة ص زائد اتنين عين تساوي صفر. طبعا هيدينا ستة اهوت، يبقى ستة س زائد تلاتة ص زائد اتنين عين ناقص الستة تساوي ايه؟ تساوي صفر. ودي الصورة العامة، دي الصورة العامة. بيقول لي اثبت ان المستقيمان
دول متقاطعان، واوجد معادلة المستوى عشان اثبت ان هما متقاطعان. اثبت الاول ان هما غير متوازيان، اثبت ان هما غير متوازيان. يبقى نجيب ال ه واحد يساوي ه واحد اللي هو الف واحد وب واحد وجيم واحد، هيساوي الواحد والاتنين والتلاتة. ه اتنين اللي هو الف اتنين وب اتنين وجيم اتنين، اللي هو هيبقى ايه؟ واحد وسالب واحد وواحد. طيب يبقى نجيب الف واحد على الف اتنين يساوي واحد، ب واحد على ب اتنين هيساوي السالب اتنين، يعني الف واحد على الف اتنين لا يساوي ب واحد على ب اتنين. يبقى المستقيمان غير متوازيان. ممتاز جدا جدا. يبقى هما متقاطعان، عشان اجيب نقاط التقاطع يبقى ر واحد يساوي ر اتنين. نكتبها بقى على الصورة اللي احنا بنكتبها بيها على طول، يبقى تلاتة زائد كاف واحد، و واحد زائد اتنين كاف واحد، و سالب واحد زائد تلاتة كاف واحد، ده هيساوي المتجه التاني اتنين زائد كاف اتنين، و خمسة ناقص كاف اتنين و كاف اتنين. خلاص يبقى نكتب المعادلات بتاعتنا. يبقى المعادلة الأولى هتبقى تلاتة زائد كاف واحد يساوي اتنين زائد كاف اتنين، دي خليها رقم واحد. المعادلة رقم اتنين، واحد زائد اتنين كاف واحد يساوي خمسة ناقص كاف اتنين، دي معادلة رقم اتنين. معادلة رقم تلاتة، سالب واحد زائد تلاتة كاف واحد يساوي كاف اتنين، دي المعادلة رقم تلاتة. نظبط اتنين وتلاتة مع بعض عشان نحلهم بالآلة. يبقى نخلي المتغيرات في طرف والايه والأعداد في طرف، يعني اتنين كاف واحد ناقص زائد بقى كاف اتنين هيساوي كام؟ هيساوي أربعة، دي خليها معادلة رقم أربعة. تلاتة كاف واحد ناقص كاف اتنين هيساوي واحد، دي معادلة رقم خمسة. نحل دول بالآلة الحاسبة، نحل بالآلة الحاسبة كده ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. طيب نجيب ايه؟ الخمسة وواحد عشان معادلتين بس، هيبقى اتنين يساوي واحد يساوي اربعة يساوي هنا تلاتة، المعادلة التانية يساوي سالب واحد يساوي واحد يساوي هنا الاكس بواحد اللي هو كاف واحد واتنين، يبقى واحد واتنين، يبقى كاف واحد، يبقى كاف واحد يساوي واحد وكاف اتنين يساوي اتنين. يبقى من تلاتة بقى، من تلاتة هنجيب الطرف الايمن، انا هعوض بكاف واحد وكاف اتنين في ايه؟ في واحد، من واحد مش من تلاتة، من واحد. يبقى الطرف الايمن هنا يدينا تلاتة زائد واحد يدينا اربعة، الطرف الايسر يساوي هنا اتنين زائد اتنين هيدينا اربعة. يبقى ايه؟ المستقيمان متقاطعان في نقطة، نقطة بقى عوض اخد ديت وعوض عن الكاف واحد بواحد، يعني هيدينا اربعة، وهنا الكاف اتنين بكاف واحد بواحد، يعني ايه؟ اتنين يعني تلاتة، وهنا كاف واحد بواحد يعني الاتنين. ولو عوضت هنا اديك نفس النقطة، عوض كده اتنين واتنين اربعة، وهنا خمسة ناقص كاف اتنين اللي هي اتنين، يعني هيديني تلاتة، وهنا هيبقى يديني اتنين. يبقى نقطة تقاطعهما اربعة وتلاتة واتنين. عايز معادلة المستوى اللي بيحملهم، عايز معادلة المستوى اللي بيحملهم. انا يبقى انا كده محتاج ايه؟ متجه اتجاه عمودي. يبقى متجه اتجاه عمودي اللي هو النون هيساوي اله واحد ضرب اتجاهي ه اتنين. جبت متجه الاتجاه العمودي وعندي نقطة التقاطع اهيت، اقدر اجيب الايه؟ اقدر اجيب معادلة المستوى. واضحة؟ كده هنعرف نجيبها بقى، بسيطة. طيب اثبت ان المستقيمين اتنين س وتلاتة ص واربعة ع، والمستقيم تلاتة س واتنين ص وخمسة ع متقاطعان. طيب زي ما بقولك كده برضو، يبقى انا عايز اثبت الاول ان هما
غير متوازيان، يبقى انا محتاج الهاء واحد. الهاء واحد دي هم عطوني على الصورة الايه، على الصورة البارامترية، بس مش الصورة البارامترية الصحيحة. دول ايه؟ ده مستقيم، طالما ما فيش سين ناقص حاجة، ما فيش سين واحد ولا صاد واحد ولا عين واحد، يبقى سين واحد وصاد واحد وعين واحد اللي هو المتجه الصفري، معناته ان المستقيم ده وده بيمر بنقطة الاصل. بيمر بايه؟ بنقطة الاصل. المفروض في تلت بيمر بنقطة الاصل هي صفر وصفر وصفر، اللي هي النقطة واو. يبقى نقطة التقاطع هنا ايه؟ ايوه، نقطة الاصل صفر وصفر وصفر. حتى لذلك هو ما قاليش ان هو اوجد نقطة التقاطع، ما قاليش. حتى لو عوضت هتلاقيها نقطة التقاطع صفر وصفر وصفر. يبقى انا عايز اله، اله يبقى لازم اخلي دي على الصورة البارامترية. الصورة البارامترية يبقى س بس فوق وص فوق وعين فوق. يبقى انا بعمل الاتنين دي مقام المقام. مقام المقام يعني ايه؟ يعني هتبقى السين على واحد على الاتنين يساوي الصاد على واحد على التلاتة يساوي العين على واحد على الاربعة. يبقى انا خليتها كده، يبقى الهاء بتاعي نص وتلت وايه وربع. يبقى الهاء واحد يساوي نص وتلت والربع. مش عاجبك ديت اضرب في كسر. يعني لو انا ضربت في كام اللي ممكن يمشي معاهم؟ 12. ضربت في 12 يعني هيدينا ايه؟ 6. هيدينا 6 وهيدينا هنا ايه؟ 4 وهيدينا هنا 3. خلاص ديت او ديت مش هتفرق خالص، لان ديت هو بيوازي ديت، حتى لو ضربتها في عدد تاني بيوازيه تمشي معايا. يبقى برضه كان من الاول ممكن اقسم على ال 12، يعني ممكن اقول 2 س على ال 12 يعني هيدينا س على الكام؟ على ال 6 بيساوي ص على ال 4 بيساوي ع على ال 3. يبقى 6 و4 و3 هو الهاء. ننفذ في المستقيم الثاني، هيبقى س على التلت يساوي ص على النص يساوي ع على الخمس. يعني الهاء 2 هيساوي التلت والنص والخمس. مش عاجبك الكسور ديت، اضرب. اضرب هنا في كام؟ في 30. اضرب في حصل ضرب ومفيش عدد الا ال 30. يبقى 30 يعني هيدينا هنا 10 و30 هنا هيدينا 15 و30 هنا هيدينا ايه؟ هيدينا 6. يبقى انا جبت هاء 2، جبت هاء 1 وهاء 2. خلاص يبقى الف 1 على الف 2 هيساوي 6 على 10. 6 على ال 10. طيب ب واحد على ب اتنين، ستة يعني 10 يعني يساوي كام؟ 3 على 5. ب واحد على ب اتنين، ب واحد يعني 4 على 15. يبقى ألف واحد على ألف اتنين لا يساوي ب واحد على ب اتنين. مظبوط كده. يبقى المستقيمان غير متوازيان، يبقى متقاطعان كده. يعني انت ممكن تقول له ايه؟ بما ان نقطة الف هي نقطة صفر وصفر وصفر المستقيمين، يبقى نقطة صفر وصفر وصفر هي نقطة تقاطع المستقيمين، هي نقطة تقاطع المستقيمين. مش شرط تثبت ان هما غير متوازيين، عايز تثبتها مفيش مشكلة. طيب عايزين نجيب معادلة المستوى بقى. يبقى انا عندي ه واحد وه اتنين، يبقى انا محتاج متجه الاتجاه العمودي اللي هو ه واحد ضرب اتجاهي ه اتنين. نضرب اتجاه كده، هيبقى ايه؟ السين وادي الصاد وادي العين. متجه الاتجاه الاولاني اللي هو 6 و4 و3. متجه الاتجاه التاني 10 و15 و6. يبقى بيساوي السين تروح مع السين، يبقى 4 في 6 ب24. 24 هنا ناقص 3 في 5 يعني 45. يبقى يدينا كام؟ سالب 21. يبقى سالب 21. 21 في اتجاه السين الصاد بالسالب، سالب معي 6 في 6 ب36. 36 ناقص 30 يبقى 6، هي بالسالب يبقى سالب 6 في اتجاه الصاد. هنا الأخيرة 6 في 5 ب30 يعني 90. 90 ناقص 40 يبقى كام؟ يبقى 50 بالموجب، يبقى موجب 50 في اتجاه العين. في اتجاه العين يبقى أنا كده جبت إيه؟ جبت النون. النون يبقى النون نعمل بقى معادلة المستوى، يبقى سالب 21 وسالب 6 وسالب 50 في الر يساوي السالب 21 والسالب 6 والسالب 50 في نقطة التقاطع اللي هي الصفر والصفر والصفر.
واضح معايا كده؟ خلاص يعني ادينا دي بقى، دي معادلة الايه، معادلة المستوى في الفراغ. خلاص واضحة جدا النقطة بتاعت النقطة التقاطع ديت، طالما في س واحد وص واحد وعين واحد معناته ان ايه، انه بيمر بنقطة الاصل والتاني بيمر بنقطة الاصل، يبقى هي نقطة التقاطع نقطة الاصل صفر وصفر والصفر. طيب واللي اوجد نقطة تقاطع المستقيم ده مع المستوى، يبقى عشان اجيب نقاط التقاطع بحل الاتنين مع بعض، بحل المستوى مع معادلة المستوى مع معادلة المستقيم. طيب اجيب متغير من معادلة المستوى وعوض في معادلة المستقيم، يبقى نقدر نجيب الصاد، يبقى ممكن تكتب دي تقول ايه 2 س دي 1 ودي 2، يبقى من 2 هتبقى صاد تساوي سالب 3 س زائد 2 ع زائد الخمسة بالتعويض في معادلة المستقيم، هيبقى 2 س تساوي 3 في الصاد اللي هو سالب 3 س زائد 2 ع زائد الخمسة ناقص الواحد تساوي العين سالب 4، يبقى 2 س تساوي نفك يبقى سالب 9 س زائد 6 ص زائد 15 ناقص الواحد يساوي العين سالب 4، يبقى 2 س يساوي سالب 9 زائد 6 ص زائد 14 يساوي العين سالب 4. ناخد ده مع ده نكون معادلة، وناخد ده مع ده نكون معادلة، لو اخد ده مع ده نكون معادلة، دي 9 س، 9 س يعني هيدينا 11 س، نطلع الصادات سالب سالب 6 ص يساوي 14، دي اول معادلة. المعادلة التانية هندخل دي، ده يبقى ايه ال ده عين، ليش عين ديت 6 عين، دي عين دي عين، يبقى دي عين مظبوط كده، يبقى س والعين هنا دي هندخل لها او نجيب العين هنا، نجيب العين هنا يعني هيبقى ايه، هيبقى سالب 9 س زائد 5 ع يساوي سالب 18، ده رقم 2. المعادلتين هما بنحلهم مع بعض بالآلة الحاسبة، نحلهم مع بعض بالآلة كده ونشوف الدنيا تمشي ازاي. هيبقى 11 سالب 6 وهنا 14 يساوي المتجه الثاني سالب 9، المعادلة الثانية قصدي، يساوي 5 يساوي سالب 18 يساوي يساوي هنا اعطاني ايه السين بسالب 38، يبقى انا هنا السين تساوي سالب 38 والعين هتساوي، نشوف العين بكام، بسالب 72، يبقى العين بسالب 72 بالتعويض في معادلة المستوى اقدر اجيب الصاد، جبت الصاد يبقى هي دي نقطة التقاطع، يبقى نقطة التقاطع سالب 38 وسالب 72، والنقطة اللي هطلعها من هنا اللي هي قيمة الصاد. طيب بيقول لي اوجد نقطة تقاطع المستقيم ر يساوي 1 و4 و2 زائد كذا مع المستوى ديت، يبقى برضو بقى ايه، بحل المستويين مع بعض، يا اما ساوي يا اما اشوف يعني عندي الر هنا، يبقى الر من معادلة المستقيم اعوض بها في معادلة المستوى، يبقى بالتعويض عن ر، يبقى نعوض عن ر هنا اللي هي هتبقى تصبح يبقى 3، خليها نشيل الخط ده احسن عشان يوسع علينا شوية، يبقى 3 و2 و2 ضرب الر اللي هي نجمع بقى بالمرة، يبقى 1 زائد 3 كاف و4 زائد 2 كاف و2 زائد 2 كاف، ده يساوي سالب 2، نضرب دول قياسي، يبقى 3 في 1 زائد 3 كاف زائد 2 في 4 زائد 2 كاف زائد 2 في 2 زائد 2 كاف هيساوي سالب 2، نفك يبقى 3 زائد 9 كاف زائد 2 في 4 ب 8 زائد 4 كاف زائد 4 زائد 4 كاف يساوي سالب 2،
الكافات نجمعها مع بعض، 4 و4 8 و9 يعني 17 كاف، نجمع ديت 3 و8 11، 11 و4 15 تطلع بره يبقى سالب 17، يبقى الكاف يساوي سالب 1. جبت قيمة الكاف، خلاص بقى بتعوض وتجيب النقطة عادي بقى. يعني انا هجيب النقطة هنا، دي النقطة ديت، دي النقطة، معايا كده هي الكاف فين؟ ايوه هنا ديت. يبقى انا بجمع دول مع بعض، صحيح، يبقى انا بجمع دول مع بعض، يبقى دي النقطة بالكامل لما بعوض عن الايه؟ لما بعوض عن الكاف، لما بعوض عن الكاف نقطة التقاطع، يبقى بالتعويض هيبقى 3. ما هي الكاف بكام؟ الكاف بسالب 1، هيبقى 1 و4 و2 سالب 3 و2 و2 يعني يساوي 1 سالب 3 يعني هيدينا سالب 2، وهنا 4 سالب يعني هيدينا 2 و2 سالب 2 يعني هيدينا 0. يبقى دي نقطة التقاطع 2 و2 و0، 2 و2 و0. ماشي، الزاوية بين مستويين زي ما قلنا قبل كده، الزاوية بين مستقيمين هي الزاوية بين المتجهات، متجهات الاتجاه للمستقيمين. هنا نفس الفكرة، لو عايز اجيب زاوية بين مستويين هي الزاوية بين متجهات الاتجاه العمودية على المستويين، متجهات الاتجاه العمودية على المستويين. لو انا افتكرت عندي ن1 متجه الاتجاه العمودي على المستوى الاول، ون2 متجه الاتجاه على المستوى الثاني، فالزاوية بينهما هي الزاوية بين المستويين. يبقى نفس القانون بقى اللي جبناه قبل كده، جتا ثيتا بتساوي مقياس ن1 ضرب قياس ن2 على معيار ن1، معيار ن1 في معيار ن2، في معيار ن2 يديني جيب الزاوية بين المستقيمين، ومن الآلة الحاسبة اقدر اجيب الزاوية. هنا الزاوية قلنا انها بتكون بين الصفر والايه؟ والتسعين، يعني في الربع الاول، لا تتعدى الربع الاولاني. يبقى انا باخد الزاوية الحادة فقط، ما باخدش الزاوية المنفرجة، لذلك انا باخد المقياس او الزاوية الصغرى يعني. طيب ناخد مثال، بيقول لي اوجد قياس الزاوية بين المستويين. يبقى انا عايز اجيب ن1، ن1 ادي المستوى الاول بين المستويين، يعني المستوى الاولاني ن1 هتبقى ايه؟ 2 وسالب 1 و4. ن2 هيساوي ن2 لو عطاني بالشكل ده هيبقى ايه؟ معاملات السين والصاد والعين، يعني 3 وسالب 1 و2. خلاص يبقى جتا ثيتا هتساوي ن1 اللي هو 2 وسالب 1 و4 ضرب قياسي 3 وسالب 1 و2 على الجذر التربيعي، هنا 4 و1 5 و16 يعني 21 في الجذر التربيعي، هنا 9 و1 10 و4 14. يبقى يساوي الجذر التربيعي هنا 21 في 14، وهنا هيبقى 2 في 3 ب6، وهنا زائد 1 هنا زائد 8، يبقى 8 و6 14 و1 ايه؟ 15. يبقى هاخد المقياس لدول والمقياس لدول، يبقى هيدينا 15 على جذر التربيع. نشوف بقى بالآلة الحاسبة كده. طيب نغير، هنا 1 يبقى هيدينا ادي الكسر اهوت، هنا 15 على الجذر التربيعي ل21 في 14 هيساوي القيمة ديت. خلاص انا اجيب لها القوسين على طول، يبقى شيفت وقوسين وانصر واقفل القوس هيساوي، يبقى 8 الزاوية بقى 28 و58 و35، يبقى 28 و58 و35 ولا 32؟ 35،
يبقى 35، يبقى 28 درجة و58 دقيقة و35 ثانية. دي قيمة الثيتا، قيمة الزاوية بين المستويين، قيمة الزاوية بين المستويين. طيب بيقول لي اوجد الزاوية بين المستويين دول، يبقى انا هنا نون واحد، يبقى نون هيساوي ايه؟ واحد وسالب تلاتة واتنين، مظبوط. نون اتنين هيساوي هنا اتنين وواحد وسالب واحد، خلاص بجيب بقى الزاوية زي ما ايه؟ زي المرة السابقة. درس مهم، درس مهم جدا جدا، ومحتاج ان انت تحل عليه كتير. اتمنى من الله عز وجل، انا فعلا مرهق النهارده، ويعني اعتذر لاي اخطاء، انا مرهق جدا جدا جدا. اسال الله عز وجل ان يكون هذا العمل في ميزان الحسنات وخالصا لوجه الكريم، وتستفيدوا منه. فمعذرونا لو في اخطاء ولا حاجه، لان فعلا حاسس ان الواحد غير طبيعي هذا الوقت. اسال الله عز وجل التوفيق لكم جميعا، اشوفكم ان شاء الله في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.